خلوني أسولف لكم عن كأس العالم القادم 2026 اللي راح يتغير تماما عن كل كؤوس العالم اللي عرفناها. طريقة التصفيات راح تختلف، عدد الدول المشاركة راح يختلف، عدد الدول المستضيفة راح تختلف. أولا مونديال 2026 كانت المعركة منو يستضيف المونديال ما بين المغرب بروحها أو أمريكا. كندا والمكسيك داشين بملف واحد ومقدمين ملف واحد على الفيفا، وكسبوا الملف، وراح يكون كأس العالم 2026 في 3 دول: أمريكا، المكسيك، وكندا. التغيير الأول في المونديال القادم أنه أول مرة تصير أن 3 دول تستضيف كأس العالم. التغيير الجذري اللي راح يكون في كأس العالم هو عدد المنتخبات المشاركة. لازم تعرفون شغلة، أنه من 98 من مونديال فرنسا 98 إلى مونديال قطر وعدد الدول 32، قبلها كان 24، طبعا قبلها كان 16، بس آخر مونديال قطر 32 فريق. مونديال أمريكا والمكسيك وكندا القادم في 2026 راح يكون عدد الدول المشاركة 48 دولة، 48 منتخب. من أصل كم؟ عدد الاتحادات، اتحادات كرة القدم حول العالم 211 منتخب. بشكل هذا راح يكون في دول أكثر وأسماء أكثر راح نسمع عنها تأهلت إلى نهائي كأس العالم، لأن سابقا كانوا 32 وزادوا 16 فريق و16 منتخب وصاروا 48. خلني أسولف لكم شلون راح تكون التصفيات، راح تختلف تماما عن التصفيات الماضية. كأس العالم اللي فات كان نظام المجموعات، كل مجموعة فيها 4 فرق، كانوا 8 مجموعات، كل مجموعة فيها 4 فرق، يتأهلون 2 يصير 16 فريق، خروج المغلوب، دور 16، دور 8، دور 4 والنهائي. انزين، كأس العالم القادم شلون راح يكون؟ 48 فريق في 16 مجموعة، ركز، 16 مجموعة، وكل مجموعة 3 فرق فقط، يلعبون مباراتين، يطلع واحد ويتأهلون 2، يصيرون كم؟ يصيرون 32 منتخب تأهل من المجموعات وصار دور 32، خروج المغلوب دور 32، بعدها دور 16، دور 8 ودور 4 والنهائي. سابقا المنتخبات تحتاج او البطل يحتاج للوصول الى كأس العالم 7 مباريات اجمالي مباريات المنتخب الواحد. في 2026 نفس الشيء، 7 مباريات، لان سووا المجموعات مباراتين بدل 3 مباريات، وصار في دور 32 ثم 16 ثم 8 والدور 4 والنهائي. نهائيات كأس العالم راح تختلف تماما، ليش؟ لأن سابقا إجمالي عدد المباريات مثلا في قطر 64 مباراة توتال المونديال. المونديال القادم راح يكون 80 مباراة، 10 مباريات من 80 مباراة راح تكون في كندا، في مدينتين في كندا، في تورنتو وفانكوفر، وعشر مباريات راح تكون في المكسيك، في 3 مدن بالمكسيك، و60 مباراة راح تكون في الولايات المتحدة الأمريكية على تقريبا 11 مدينة أو 11 ولاية. فراح يكون مستحيل انك تحضر مباراتين في مدن مختلفة في نفس اليوم في كأس العالم 2026، لان راح يكون اقرب مدينة عن الاخرى بالطيارة ساعات. المكسيك استضافت كأس العالم قبل مرتين، امريكا استضافتها مرة ب94 اعتقد، كندا اول مرة، كندا عندها ملعبين في مدينتين، امريكا عندها ملاعب كثيرة واغلبها الملاعب تكون مثلا للبيسبول او كرة القدم الامريكية، بكل بساطة بس يحولون الأرضية وتكون لكرة القدم وتتسع لعشرات الآلاف من المشاهدين. هذه كانت بعض المعلومات عن كأس العالم 2026 القادم، والله أعلم ممكن يتم تغيير بعض المعلومات هذه بالسنوات القادمة، لأن المتبقي 4 سنوات على المونديال القادم.